عطيه عاوتاني الدواء ديال المصارن، مره مره عطيه الدواء ديال المصارن نعم سميتو. وبالنسبه نعطيهم قد للمضاد ديماراج قد طرواس دخلوا لهم هي شويه بشويه، دير واحد عادي. السيمانه طاسه بحال هكا زيدها على. أسعدتم مساء متابعي قناتنا الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات القناة. المكان مولاي إدريس زرهون، والموعد هو عملية تتبع لإحدى المشاريع الصغرى في إطار تربية قطيع الدواجن. نستقبل مرة أخرى الأخ عادل البارودي صاحب مزرعة البارودي للسلالات الحرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا مرة ثانية بالأخ نبيل ومرحبا بقناة طيور تي في. اليوم إن شاء الله جينا عند واحد الأخ أيوب، شرا من عندنا الفلوس ديال 21 يوم، وكما وعدنا غادي نتبعوا معاه المراحل ديال النمو والمراحل ديال الأدوية. كنا تنتبعوا معاه في الواتساب، دابا قلنا نجيو نشوفوا القطع مباشره ان شاء الله ونشوفوا الا كان شي اغلاط دايرها نصحوه ونشوفوا شنو كي داير مع القطع ديالو. سي نبيل مرحبا بينا عند سي ايوب اللي اتصل معنا، غادي نشوفوا فين وصل مع القطع ديالو ان شاء الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. الملاحظة لاحظناها فاش دخلنا كاينة شوية ديال الريحة، يعني كاين شوية ديال غاز الأمونياك، غيكون داير شي غلطة. المهم نحاولو ننصحوه شي نصيحة. بسم الله يا ربي. دابا سي نبيل لقينا المشكل عند سي أيوب بالنسبة للغاز ديال الأمونياك. باش نحطو المتابع في الصورة، شنو هو غاز الأمونيا؟ غاز الامونياك هي الريحه، غادي تكون عندو البوكسيديا، غادي يبقى يشوي لاحظ شي حاجه في العين ديال الفلوس. سي ايوب كاين شويه ديال الرطوبه غادي تعطي شويه ديال غاز الامونياك، وكاين الفرشه ما دايرش مجاره، خليهم في القص، وهي خصها مجاره تكون تقريبا واحد 4 على 5 ديال السنتيم. هذا هو الملاحظه اللي لاحظنا هاد بالنسبه للفلوس راه غادي مزيان الحمد لله نشكروه. غادي المهم راه عندي دابا تقريبا شي شهرين شهرين وشي شويه ما عرفت ما شنو كيما قال السيد، وراه كنخدم عندنا خالد السلالات وشي حاجه ديال في يومي، باش الا شافوا المشاهدين في يومي راه بوحديتو راه ما كاينش مع السلالات. هانتوما كيما كتشوف راه الخالد ديال الاندلسي الازرق، هذا راه الخالق، هذا خالق الحمد لله راه غادي الفلوس مزيان. الملاحظه الوحيده هي التهويه اللي ما كاينه شيء، دابا بدا كيسخن الحال خص التهويه، الفرشاه تكون غليظه اخويا ايوب، دير مجاره تفرشها مزيان باش ما يبقاش عندك غاز الامونياك، يعني دخل ما تشمش الريحه ان شاء الله. هذا الاسترالو باسي، هو الخليط ديال الاسترالو تقريبا شهرين، هو تبارك الله ما شاء الله راه غادي مزيان. نذكر متابعينا الكرام بان عمليه التصوير في هذا العنبر هي تصوير طبيعي، حاولنا ان نبقيه على ما هو عليه حتى نستفيد جميعا. فمن الملاحظات اللي لاحظنا واللي لحظة السي عادل بالنسبة لهذا العنبر اللي تيتواجد فيه الكتاكيت ديال خليط السلالات، هو وجود غاز الأمونيا اللي غيأثر بشكل كبير على القطيع، واللي غيسبب في مشاكل كثيرة، مشاكل تنفسية بالأساس. وهنا تنصحوا الصديق ديالنا السي أيوب باش يحاول أنه يوجد ما امكن منافذ للتهويه. اخويا ايوب دابا المشكل اللي عندك هي التهويه، وهي عندك خصك دير الفرشه في الارض، خصك تشوف شي تبان ولا شي نجاره اللي غادي ديرها، هذه هي النصيحه اللي غادي نصحك ديرها. وبالنسبه للماكله قلت لنا تتعطي
مازال كتعطي ديماراج، دابا صافي بدا تدخل لهم الكرواسون شي تدريجيا باش يولفوا عليه تدريجيا. ونعطيهم موضات السموم ولا ضروري تعطي موضات السموم، واخا كاع تكون دابا تعطيه هي الكرواسون كاع، واخا تمشي واحد المده خصك تعطي تقريبا كل سيمانه تعطي موضات السموم، تاع حاجه ورا تسميلو من الكبده موضات السموم هذاك راه مزيان. ومره مره عطي عاوتاني الدواء ديال المصار، مره مره عطي الدواء ديال المصار. وبالنسبه ل نعطيهم قد ديماراج قد طرواس، دخلوا لهم هي شويه بشويه، دير واحد السيمانه طاسه بحال هكا زيدها على على ديك الكميه اللي غادي تعطي ديال الديماراج، عاوتاني مره اخرى عطيه يزيد دير جوج، بقى غادي هي تدريجيا باش يولف عليه سميتو. ما تحيدوش بقى وحده الديماراج، مازال خصو يزيد ياكل الديماراج، انت بدا تذوقوا شويه باش يتسالى ولدك الخنيشات اللي مازال الكرواسون ان شاء الله. الله. وبالنسبه للما دابا الصهد بقى تحاول تبدل لي، الا عطيتي موضه السموم دير هي ثلاثه د الشرابات بحال هكا ولا القاطع، عطيه في الصباح وكبو مع 12 ولا انا عاوتاني عطيه من 12 لا تيشربوا ما في البلاصه تيشربوها. لحقاش راه مزموتين هنايا تيشربوها وتنولي نزيدو مع عاوتاني صافي يعني الا شربوا راه تيشربوها تنزيدو الدواء جوج د المرات تيشربوها في البلاصه ما تيعطلوش صار ما تعطيهمش النهار كامل لا فرق اليوم بقات تبدل لهم الماء. انا قلت على حساب ديك ربعات السوايع تتعطى الدواء ما تنبغيش نبوش لا عطي انت يا نص نهار نص نهار صافي هادشي اللي غادي يدي صافي. ولان اخويا النظافه هذيك ما نوصلش عليه هذيك النظافه راه خصها تكون نظافه، ما تعقلش على النظافه كاع دخل شم الريحه عرفها كاين شي حاجه هذا نحيدو. وبالنسبه لك ترى تبارك الله عليك مادام منعتي الفلوس هكايا تبارك الله عليك، ونشيروا للمشاهدين بان راه السي ايوب راه من المدينه راه تيسكن في المدينه وجا للباديه باش يدير هاد راه خياط ولي باش يدير هاد المشروع هذا، راه زعما تنهنئوه الله يحفظك. ولا راه حنا ديما راه الاشاره ديال خويا الله يسهل عليك اخويا، كان شي ملاحظه شي حاجه اللي تسولنا عليها سولنا خويا نعطيوك الله يحفظك الوالدين خويا شي حاجه اللي تتواجه مشاكل في التربيه قولها لي. تنشكرك اخويا عادل على هذه المسافه اللي ضربتي حتى لنا جيتي هاد التمارا لا انت ولا الاخ نبيل لقناه الطيور طيور تي في اللي بسببه تنشوفوا شحال من واحد طاري له شي حاله تنشوفوهم عنده تناخذوا الحيطه والحضار. وتنشكركم بزاف اخويا على الثقه اللي درتو فينا وجيتو حتى عندنا وتتساعدونا، الله يرحم لكم الوالدين اخويا. مرحبا خويا نبيل، وان شاء الله فاش تولي وتضربوا شي دويره لعندي غتلقاو هذا الشيء هذا كامل تحيد وداك الشيء اللي بغيتو تشوفوه ان شاء الله غتجيو تلقاو فريخ ان شاء الله بخير وعلى خير. غنلقاو البيض عندك ان شاء الله. الله ضروري ان شاء الله. يلاه هذا الشيء نحيدو ان شاء الله. ونحن بدورنا نقدم الشكر الجزيل للسي عادل على كل هذه النصائح التي قدمها لنا ولمتابعينا الكرام، وكذلك نتمنى التوفيق للسي ايوب الشاب اللي دخل هذا الميدان هو كل امل ان شاء الله في انه يعطي نتيجه باذن الله. وبدورنا نعد الجميع اننا سنكون رهن اشاره الكل من اجل انجاح الكل. دمتم في رعايه الله.